صدرت قطاع الصحافة في أواخر 2019، لا شك أنك فكرتي شنو غتعمل بعد الخروج من قطاع الصحافة؟ واش هو كان اختيار تقاعد أو كنتي مهيئ الاشتغال في مشاريع أخرى؟ هو في الواقع لما كتكون يعني صحفي في 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 راسك وفي عقلك وفي كيانك ما عمرك ما تقعد. انا كنتذكر واحد المره كنت في واشنطن في احدى اجتماعات البنك الدولي، وفي طاوله العشاء كان جلس حدايا واحد الشخص طاعن في السن، هو امريكي. لما تناولنا الحديث بعضياتنا ناولني البطاقه ديالو الزياره فيها كاتب افتتاحيه دوليه في الواشنطن بوست. فقلت له، قال لي انا دابا مختص في الافتتاحيه حول القضايا الدوليه، ولكن غتكون عندك اكثر من 80 عام. قال لي هذا باش يمكن لك تكون عندك هذا المنصب، انك تكون كاتب عمود في القضايا الدوليه خاصك تكون عندك واحد تجربه كبيره في قطاع الصحافه. دونك قال لي انا عندي واحد 50 سنه في القطاع ديال الصحافه. فتم تبين لي بانه ما عندهاش علاقه بالسن، ولا يمكن لك تبقى تكتب دائما. ولكن انا لما غادرت القطاع كمشرف وكمسير مقاوله اعلاميه، باش ما نخلطوش، ماشي غادرته كصحفي. صحفي ما قلت لك راه كتبقى كتموت، يمكن في اي لحظه من اللحظات داك الشغف الكتابه كيرجع لك وكتكتب. كمشرف وكمسير مقاوله اعلاميه بالنظر للضغوطات ديالها، فغادرتها على اساس انني ناخذ واحد الفتره ديال الراحه، وغادي نخص الوقت ديالي الكامل للكتابه، كتابه ديال الكتب، نشر الكتب خلال التجربه ديالي، ومن خلال اهتمامي بشكل كبير بالقضايا الجيوسياسيه تنهتم بها بشكل كبير. فقلت غادي نتفرغ لهذه المساله هذه، ولكن بعد فتره راحه. حتى ديك فتره راحه ما كانش، لانه يمكن شي شهر من بعد هذه المساله هذه فكان اتصال بيا من طرف المكتب الشريف فوسفات، وكنشكر من هنا السيد الرئيس مصطفى التراب على الثقه ديالو، لانه كان اقترح عليا انني نلتحق بالديوان ديالو كمستشار، وهي كانت بالنسبه لي تجربه جميله جدا، لانه انا صحفي كنت كان دائما سواء كننشر اخبار على حول المكتب، ولا كنعمل مقالات تحليليه حول الانشطه، فكنت كنشوفها من موقعي كصحفي. فلما التحقت بالديوان ديال الرئيس فاكتشفت امور اخرى من الجهه الاخرى، من الجهه العمليه، فكان هذا التكامل جيد بالنسبه لي يعني، وكانت تجربه ممتازه. الحاجه الوحيده اللي كانت فيها يمكن سلبية ولكن قوة قاهرة هي أنها تزامنت مع كوفيد. وكوفيد كما كنعرفوا كان تم الإغلاق، وحتى ديك العلاقات يعني الإنسانية اللي كتكون داخل المجال ديال العمل ما بقاتش. فيمكن هذا هو المسألة الوحيدة اللي مع الأسف ما كانش لي الحظ أنني نستفد منها، ولكن بصفة عامة كانت تجربة جيدة جدا. إنما هي تجربة بالنسبة لي كانت كان خصني نختار واش نستمر في هذه التجربة ولا الكتابة، بجوج ما يمكنش. وأنا كنت واخذ واحد الالتزام لما غادرت المجموعة الإعلامية أنني ننشر كتاب حول الدبلوماسية المغربية في إفريقيا، وكنت بديت الاشتغال عليه على أساس أنني غادي نشرو يعني بعد بضعة أشهر الوقت اللي نكون ارتحت شوية نشرو. فلما كنت التحقت بالوسيط بي ما نتعمدت ما نشروش، حتى ما يكونش حرج للمؤسسة المشغلة، يعني هذه مسألة طبيعية. فبقات كتراودني الفكرة أنني نشرو، لذلك فأنا غادرت المكتب. شحال استمريتي في العمل في المكتب في الديوان ديال مصطفى؟ حوالي ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. حوالي ثلاث سنوات، ف 2021 2022 فغادرته، ومباشرة نشرت الكتاب اللي أعطاني متنفس آخر أنني نستعد واحد ذكريات كبيرة في المجال الصحفي ديالي. ولا كنت كنواكب زيارة الملكية بإفريقيا، فكنت كنشوف بزاف ديال الأمور اللي ما كتقالش في التلفازة، ما كانتش كتقال في الإعلام، لأن قليل الإعلام اللي كيواكب الزيارات، قليل جدا من غير الإعلام الرسمي. فقلت لابد انني نشارك هذه التجربه مع المغاربه، وكانت تجربه جميله جدا.
كان ايضا اصدار هو الكتاب محمد السادس مالك افريقي. طبعا هذا الكتاب صدرته باللغه الفرنسيه وترجمته للغه الانجليزيه واللغه نعم العربيه ايضا. نعم متوفر الان ثلاث لغات. تم متوفر بثلاث لغات. يعني كيف جات الفكره ديال هذا الكتاب؟ الفكره هو كما قلت لك انا لما كنت كنواكب الزيارات هذه مده 15 سنه واكبت فيها الزيارات من 2003 حتى 2017 2018، فقلت انه ضروري كاينين بعض الامور اللي ما كانوش واضحين ضروري خصني نركز عليهم في شي كتاب، وخصوصا المساله ديال عوده المغرب للاتحاد الافريقي. انا كان مازال كنعتقد ان عوده المغرب للاتحاد الافريقي ما خداتش حقها في المساله ديال المساله الاعلاميه، لان تم يعني معالجتها اعلاميا من طرف وسائل الاعلام العمومي خلال هذيك الايام اللي كان فيها القمه 28 ديال رؤساء الدول وقاده افريقيا في اديس ابيبا في يناير 2017. عدا ذلك ما كانش شي امور اللي كتبين لك كيفاش المغرب استطاع انه يرجع الاتحاد الافريقي ويرجع بقوه، لان راه المغرب دخل بقوه الاتحاد الافريقي، كيفاش تاثروا داك الشيء. هذا هو اللي تنجاوب عليه انا في الكتاب، تنجاوب عليه تنقول لهم الا بغيتوا تعرفوا هذيك الدخله اللي دخل الملك محمد السادس لقاعه نيلسون مانديلا في المقر الاتحاد الافريقي باديس ابابا وبهذاك الشكل المهيب، راه عنده خلفيه، وهذيك الخلفيه فيها واحد 15 سنه ديال العمل. اذا الا بغيتي تعرف كيفاش استطعنا ندخلو وحنا بجانبنا 42 بلد مصوتة علينا، راه خصنا نرجعو العمل ديال 15 سنة، وهادشي اللي تنحكي في الكتاب. هذاك 15 سنة أنا عندي واحد الجزء كنقول فيه ما قبل العودة، نعم تنحكي فيه هذاك وتنحكي فيه الكواليس ديالو كلشي، وحتى النهار اللي بغينا نرجعو في هذيك الجلسة اللي غيتم فيها التصويت كنحكي فيها كواليس ما دار في القاعة وما كان في القاعة، لأن كان جلسة مغلقة، ولكن اتصلنا بعد ذلك نتكلم مع مندوبين اللي كانوا حاضرين، فكانت بعض الكواليس اللي بعض منا صادم، ولكن كان جميل أن الإنسان يطالع عليها ويعرفها. نعم. أيضا من المشاريع اللي اشتغلت عليها ولا خرجتها الوجود أنك أسستي مركز أوميغا للدراسات الاقتصادية والجيوستراتيجية، يعني الفكره ديال هذا المركز، الاهداف ديالو، السياق ديال التاسيس ديالو. هو السياق ديالو مرتبط بالشغف اللي عندي في الكتابه. انا الان لما خديت هذا القرار انني يعني نرتاح ونكتب بشغف، نصدر كتب اللي بغيت انا، وفي هذا المجال انا اسست واحد دار النشر خاصه بيا، دار النشر سميتها اس سي سمير شوقي، لان حتى هذاك المجال ديال دور النشر عالم غريب خلا هذاك، ففهمتها من اول تجربه فاسستها، نبقى ننشر فيها الكتب ديالي ونكتب مقالات صحفيه الوقت اللي نحس براسي انني محتاج نعبر حول احدى القضايا. فقلت مع نفسي علاش ما نطورش هذه الفكره في احداث مركز للابحاث، وتكون ابحاث حول بعض القضايا الاقتصاديه اللي هو تخصصي، والقضايا الجيوسياسيه اللي تكونت فيها، لان في فتره كوفيد استغليت فتره كوفيد والدراسه ديالي خديت الدبلوم ديال الماستر اكزيكوتيف ماستر اللي هو الماستر التنفيذي في اش او سي باري المدرسه العليا للتجاره باريس في الامور الجيوسياسيه الافريقيه، تخصص التخصص الاقتصادي والجيوسياسي بافريقيا، فانا تخصصت في هذا المجال. فقلت علاش ما نحددش واحد المركز للابحاث الاقتصاديه والجيوسياسيه والهدف ديالو غير ربحي، باش نكونوا فاهمين، هو غير ربحي تطوعي، انني نشتغل على بعض القضايا ونحاول نستقطب بعض الاساتذه الجامعيين دكاتره في اقتصاد اللي عندهم نفس الرؤيه التطوعيه، والهدف هو اغناء النقاش العمومي، لان احنا راه بدينا وراكم توصلتوا بالدراسه الاولى حول ازمه الماء. الهدف هو ان لما نقوموا بدراسات وابحاث كنحروا التقرير وكنوزعوا على الجامعات ونوزعوا على وسائل الاعلام،
وسائل الإعلام باش كتنشروا لتعم الفائدة، وفي الجامعات باش يستفدوا منه الطلبة، لأن احنا كنعتبروا أن الطلبة اليوم هما المسؤولين ديال الغد، وهما محتاجين لتكوين اقتصادي وجيوسياسي باش يكون عندهم واحد الوعي كبير، وبالتالي احنا قررنا اننا نساعدهم ونمدوا لهم يد المساعده. ولكن كتبقى بحال هاد المراكز تحتاج تمويلات، يعني كيفاش تدبر التمويل ديال الابحاث والاسئله ديال الجامعيين والدراسات؟ فعلا هي فعلا دابا في الاول احنا قررنا في هذه السنه الاولى في 2024 غادي نقوموا ببعض العمليات، يمكن ثلاثه او اربعه ديال الابحاث بالتمويل الذاتي، بتمويل ذاتي داخل في اطار التطوع، لان هادشي حنا اللي بغيناه، ما حتى شي واحد مفرض عندنا شي حاجه، هذا في اطار الشغف وفي اطار يمكن نقدروا نردوا شيء بسيط للوطن وخاصه الشباب، نتوجه بشكل كبير للشباب. بعد ذلك لما المركز يمكن يشد السير ديالو ممكن تكون مبادرات شراكات مع جامعات، ممكن نقوموا بندوات كبيرة، ممكن نقوموا بتنظيم تكوينات للطلبة، ممكن نقوموا بشراكات مع مؤسسات عمومية كذلك، هادشي غيجي من بعد. وهذا بالنسبة لنا احنا ماشي ما هو لا هاجس لا أولوية، الأولوية هو نشتغلوا لها الآن. وبصراحة احنا وإن كان مثلا هذه العملية الأولى اللي قمنا بها فهي طبعنا فيها واحد تقرير ووزعناه، كتعرف الطبع والنشر هذا كله مصاريف، ولكن راه متاح أنك تقوم بواحد العمل وتنشره غير إلكترونيا، ممكن يلقى نفس الصدى. داك الشيء سنقول لك هذا ما هو لا أولوية ما هو لا يعني عائق، بالتالي خصنا نخدمه في الميدان ونوصلوا المعلومه للناس، وتدريجيا غادي نطوروا الاداء ديالنا اللوجيستيكي والامكانيات. فاللي جميل ان لقيت بعض المبادرات بعد التجاوب سواء في وسائل الاعلام اللي تجاوبوا معنا بشكل كبير من خلال المواكبه الاعلاميه لاطلاق المركز، ولا المواكبة الإعلامية لمعالجة التقرير الأول التقريرين اللي كنا بعثنا في هذا الشهر، فكان شيء جميل، وهذا تحفزنا أننا نزيدوا في نفس المجال ونزيدوا نكتفوا الاشتغال ديالنا في هذا التقرير القادم. غادي يكون بخصوص، وغادي كنظن أن وسائل الإعلام غيهمها بشكل كبير، هو حصيلة نصف ولايات الحكومة الحالية، وكان أعتقد أنه غادي يكون هذا تقرير منتظر بشكل كبير بالنسبة لوسائل الإعلام. أنا كان عارفه أنه في شهر أبريل القادم غادي يكون بالتاريخ هو نصف الولاية، نشوفه شنو قامت به الحكومة في هذا نصف الولاية سنتين ونصف، سواء مقارنة بما تم الإعلان عنه في البرنامج الحكومي ولا في البرنامج الانتخابي لكل حزب من الثلاثة، وإن شاء الله نشوفه. احنا كنتعاملوا برؤية أكاديمية ما فيهاش موقف مسبق، ما عندناش موقف مسبق من حتى شي جهة معينة، موقف منهجية أكاديمية، الأمور خاصة تكون يعني فيها بدلائل بأرقام، ماشي مواقف ولا تعبيرات، لأن هذا مش عمل صحفي، هذا عمل أكاديمي. وحنا تنحاولوا ونتمنى ان شاء الله يمشي المركز كيف ما حنا النهار الاول شفناه غادي يقوم بالهدف الاهداف ديالو. سي سمير شوقي، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء وعلى هذه المعطيات التي خضنا فيها في مسارك المهني صحفي او كبنكي او اليوم كباحث او مؤسس لمركز الابحاث. شكرا لكم.